ظلت قوات الدعم السريع تعمل في المنطقة الحدودية ما بين مصر وليبيا وتشاد منذ العام 2015، وهي تكافح الجماعات المسلحة، جماعات الجريمة المنظمة، الإتجار بالبشر والهجرة الغير شرعية وتهريب وتجارة السلاح والمخدرات وما إلى ذلك. في العام 2019 تم تهيئة المسرح بإقامة قاعدة في منطقة الشفرليت 640 كيلومتر غرب ليبيا داخل الحد السوداني، انفتحت بها قوة من الدعم السريع بصورة دائمة تعمل، وكما تعلمون في ظروف الصحراء حيث الطبيعة القاسية بإمكانات محلية ذاتية محدودة تجعل تلك الجماعات التي تعمل في الجريمة المنظمة وتعمل في التهريب وفي الاتجار بالسلاح والمخدرات تتفوق أحيانا في الإمكانات على تلك القوات، الأمر الذي جعلنا نحتسب عددا من الشهداء ونتكبد كثير من الخسائر في العمليات التي تتم من مطاردات ومن اقتتال مع تلك الجماعات. يمكن إجمالي المهددات التي تهدد الوطن من ذلك الاتجاه في تهريب السلع والمواشي وموارد البلاد وتهريب وتجارة السلاح والمخدرات والتهريب والاتجار بالبشر والهجرة الغير شرعية ونشاط جماعات التبو الليبية وبعض الجماعات المسلحة السودانية والتشادية، تهريب العربات الغير مقننة من ليبيا إلى السودان فضلا عن تسلل وعبور بعض الجماعات الإرهابية.